وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تعلن أن وزير خارجية البلاد عبد القادر مساهل سيبدأ جولة رسمية إلى البلدان الإسكندنافية تمتد على مدى 4 أيام ابتداء من يوم الأربعاء. الوزير الجزائري سيستهل جولته من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وسيغادرها الجمعة إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، وسيتبادل مساهل خلال جولته وجهات النظر مع المسؤولين الاسكندنافيين حول القضايا الإقليمية الكبرى ذات الاهتمام المشترك. ووفق وزارة الخارجية الجزائرية فسيتصدر هذه القضايا الوضع في منطقة المغرب العربي وقضية الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا والساحل وإفريقيا والشرق الأوسط، وكذا العلاقات بين الاتحاديين الإفريقي والأوروبي، بالإضافة إلى بعض القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب وإشكالية الهجرة. وبالإضافة إلى القضايا السياسية القارية والإقليمية، تهدف جولة مساهل إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع البلدان الإسكندنافية، حيث ستكون الشراكة الاقتصادية والتجارية مع آفاق تطوير التعاون مستقبلا حاضرة على طاولة النقاش. وتعقب جولة رأس الدبلوماسية الجزائرية زيارة كان المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أداها للجزائر مؤخرا، بحثت مستجدات الوضع في البلد المغاربي الجاري للجزائر، كما تأتي أسابيع بعد مشاركة الجزائر في مفاوضات جنيف الأخيرة حول قضية الصحراء الغربية التي شارك فيها المعنيون الأربعة، وهم إضافة إلى الجزائر المغرب وجبهة البوليزاريو وموريتانيا. وتحافظ الجزائر منذ نشوب الصراع بين المغرب والجبهة في سبعينيات القرن الماضي على موقفها الداعم للجبهة، كما تدعو الجمهورية التي أعلن عنها عن جانب واحد وهي جمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول العالم وتسعى إلى إقامتها مع المزيد، مما يعزز موقفها من المغرب الذي تصفه الجبهة والجزائر بأنه دولة احتلال.